كلا لغوة ولخبة ودي كتب دي جد كلا بلاوي كلا. شيخ قلب البيت ولد والله. ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. بيقلب عنده جهاز تقليب شيخ بيقلب البيت ولد عشان كده إذا وعك تبقى معاه يوم بيزعل انت ذاته يمكن يقلبك حاجة تانية ما معروف وكلها لغوسة وكلها لخبة باسم الدين. فالصوفية ديل ونحن ده كلكم كلام الفارغ ده كلكم بتاعهم ده. وكونه يقول الشيخ بدي الجنة ده كم، يقول الشيخ تنادي في الشدائد ده كم، يقول الشيخ بيعلم الغيب ده كم، يحلف بالشيخ دي شرك بالله سبحانه وتعالى. أمور دي لا تحلف به شيخ، لا تمش به شيخ، لا تعلق حجاب. والله يا هالطفل يعلقوا لك أمون يقول لك ده من شنو، ده من العين. والطفل تلقى ريالته سائلة وما كلم لا خدرة مالي بطنه. هسي ده بدو عين ولا بدي عين؟ ده باقي لك بدو عين. والله كمون ماشي شمالية، مشينا الشمالية والله الذي لا إله غيره. ركبنا مع بتاع عتز جديدة ظريفة، معانا واحد من أخواننا اسمه عبد الرؤوف زول شيخنا المهم، بعد ذاك وراكب ورا قال لي أسمع الزول اللي عنده حاجة جنب المراية طبعا دي. بعدين انا شفتها الكمون زي السفه مدردم قاعد، قلت له ده شنو ده كمون ده شنو؟ باسلوب طيب ما تفتكر انا والله بنشيد عليهم هنا وفي اي مجلس. دعاة الباطل لما نتلاقى معاهم مناظرات نبين لهم الحق من الباطل، لكن لقينا زول مسكين ما عارف الحاصل وغشوا بلتي احسن بالراحه بنقعد نتكلم معه ولا ضحك ولا استهتار ولا غير بلتي احسن. قلت له بتحفظ العربية موش؟ أنا داير أشوف فهمه شنو عشان أنصحه. قلت له بتحفظ العربية موش؟ قال لي أي والله تحفظ العربية. قلت له أسمع، أديته مثال ضحك طوالي. قلت له شفت الكمون ده اللي قلت بيحفظ ده؟ تمش مخزن بتاع كمون شوالات يلم فيه حرامي شفت بالليل، يخش المخزن يسرق له شوال ويجي ماشي بالزقاق، سرق الشوال كامل. يبقى الشوال كله ما قدر يحفظ شنو نفسه ولا قدر يحفظ شنو المخزن. انت خدت لك حاجه قدر عماري الممتاز تقول لي دي بتحفظ لك عربيتك؟ والله اداه ضحكه. اه والله يا مولانا كلامك صح. اقطع يا قال لي اقطع شيله برا. قطعتها اتخرجت طوال، قطعتها وتكيفت الله يتقبل والله الذي لا اله غيره. قطعتها وقلت لها يا اخي بتحفظ؟ قلت لها الخواجة الصنعة العربية دي ما ساوي كمون، انتوا جابوها لك وانت سوي لها كمون؟ خواجة تلقاو عيونه بتاعت كديس زي بتاعت الكديس سايق، لا بيعرف كمون لا بيعرف ايش. انت يا اخي ده الصنعة في النهاية ركبها. انت يا اخي مسلم ما قادر تتوكل على الله؟ كمون وحجاب وصورة الشيخ وبيجاه الشيخ مساعد خاتف العربية ليه؟ يقول لك من العوارض. بعد شوية حكمة الله تجي نبلة ما تنيش إلا صورة الشيخ، عربية تتمة الجيش إلا صورة الشيخ بس، بعد ده ما يعتبر. ولك والله النازل نبلتهم دي بتاع مضرة تاني يمشي يجيب له صورة. وأنا أقول لك حافظ الشيخ برضه يا الموضوع ده ما طويل والكلام يطول، فالناس تبقى عقيدتها في الله تعتقد في الشيخ لا غير ولا أي شيء والله الذي لا إله غيره.